تعثر واقع المدينة وجلبت الحرب الإعاقة لتعز، كما تركت حياة الصغار بما فيها أحلامهم عرضة لاستدرار الوجع ولو بأدوات لم يدركوا فداحة وجودها في الحياة. فالتسلية بكرسي المعاق شأن شخصي وليس فيه بالنسبة لهذا الطفل ما يستحق الثناء، فالمشهد في محصلته النهائية ذكرى الطفولة في زمن الحرب ليس إلا، وهو ما بات عليه الوضع الجديد في مدينة تعاني من القتال وتساقط الضحايا والجرحى، بات أمرا اعتياديا ليس للضحية فقط بل وللقاتل. حكاية مهند شكري واحدة من المآسي التي لا تتوقف في تعز. كان في الطريق إلى البيت في ظل رحلة البحث عن المياه ونقلها، ولم تكتفي الحياة بمشقتها معه، فتعرض لشظايا من صاروخ أطلق من المطار القديم ونقل على إثره إلى هنا. مهند شكري صاروخ. ولا يمكن أن تخطئ مؤامرة البارود التي تلقي بالأطفال في هذه الأسرة. يحاول مهند نسيان الألم على طريقته، فيخلق لحظة للفرح من فائض الوجع، لكنها بالطبع لن تنسيه هذه اللحظة مأساة الإصابة التي لحقت به، إذ بات السلام في تعز في ذمة الماضي. والله شيء صاروخ يعني من عصابات الإجرام، أتى من بعيد يعني من مكان من المطار القديم إلى البلاد. لم نعد نعرف ما هي الأولويات في زحمة الحرب التي تشنها الميليشيا على المدنيين، أهي للكبار أم للصغار؟ بل يبقى الجميع هنا عرضة لقذائفها وتصديرهم بأعداد غفيرة إلى المستشفيات التي تعاني هي الأخرى من الإهمال، فلا أدوية فيها ولا كوادر طبية، حتى أطباؤها يعملون دون أي مستحقات. في بعضهم هنا ناس عرفنا ناس هنا جلسوا من يوم يومين ما فيش معهم أقل غذاء، رحلوا عادوا بحاجة للمعالجة، كلهم جايبك المأكل المشرب ماء جايبك. ها، وهو ما يدفع بالجريح إلى تقديم العون للطبيب. والله ما نجاريد حتى لحد الآن، لأن سمعت إن الأطباء حقنا مضربين. الحرب التي جاءتهم من العدم أبقتهم على هذه الحالة، إذ تبدو الحياة غامضة باردة ومملة جدا في المستشفيات كما خارجها، وإن حاولوا التعايش معها.